أنا إن رأيت جماعة قلت السلام عليكم. هل تعلمون تحيتي عند الحضور إليكم؟ أنا إن رأيت جماعة قلت السلام عليكم. أوصى بها خير الأنام بينكم أفشوا السلام. أوصى بها خير الأنام بينكم أفشوا السلام. إن تفعلوه تحاببتم، هذه تحية الإسلام. إن تفعلوه تحاببتم، هذه تحية الإسلام. بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الإيمان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا جنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه وتحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. صلوات ربي وسلامه عليه وحير جنة قلي ميسان إلا أذكر ميسان، يعني إيمان كامل أهوطبه ليذن كهله، إيمان كامل أهو طبعنا ليذن كهل مايو إلا آدسكو جعلاتان. ما إذن تصا أما ما إذن شيغا وحداد سميسان وآدسكو جعلاتان بحذي نسلان تكوفا فيا. ولا ليال أفير سادا يدا أوان ودا أكسون هاي إن جنوب كليا لغو قالو فضلق إي بيورا لأهاشيهيسا أيا حدنا حديسكو وحو إسكو حريا سدح شروضات أو مهمة أو صورة قلينيا إنان كرا حيسان جنوب الرحمن. مدكوات إيمان أبه أو كاملة إيمان أبه نوحا وكو إيمان كرا ولا ليال أنا غو إسجعل آنو جعيلكو نوحا لإنو شيغا يا إنو كو إيمان كرو إن بحذين سلامة آن كفافلو سيغا برادد ولا ليال إيمان كاملة أو لإنا غهلو أيا وحا فروه إنا نسجعل آنو جعيلك بحذين أهنا وحا كيني كرا إن بحذين سلامة آن كفافلو أو عدى النقانو يو عدى النقونين بسلانو. وهو حديث كلا وكسقنا لنبينا صوبا صلى الله عليه وسلم أياءه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفته ومن لم تعرف. وحا نبيك لويديي إسلامك كيباء وخير بدن، يعني وحل سميه رسولك صلى الله عليه وسلم محيري إن بطلق وديه، يعني إن صدق الله بحيه يو إن سلامت لغو أخريه أما لسلامه قفك آتقانه يو قفك آذن أقونين با مركة ولا ليا الوحى نفس الديدة يو إذنكو با إذنكو لدى البارميا إنا لازمه فافنت سلامت نصوبا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا إن رأيت جماعة قلت السلام عليكم. هل تعلمون تحيتي عند الحضور إليكم؟ أنا إن رأيت جماعة قلت السلام عليكم. أوصى بها خير الأنام بينكم أفشوا السلام. أوصى بها خير الأنام بينكم أفشوا السلام. إن تفعلوه تحاببتم، هذه تحية الإسلام. إن تفعلوه تحاببتم، هذه تحية الإسلام. هل تعلمون تحيتي عند الحضور؟